خلف رحيل أمير الإنسانية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله حزنا بالغا في قلوب الفلسطينيين قيادة وشعبا في رام الله لدعمه ودفاعه عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. بعد حياة حافلة بالعطاء توفي سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ترك حزنا كبيرا في قلوب الفلسطينيين على كافة المستويات. وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادا على روح المغفور له بإذن الله. هذا يوم حزين في فلسطين مثل ما هو يوم حزين في الكويت، ونتقدم إلى أمير البلاد الأمير نواف ولعائلة الصباح ولأهلنا بالكويت ولأمتنا العربية ببالغ التعازي وحرها على فقيد الأمة العربية، هذا الرجل الذي كان له بصمات في تاريخ فلسطين، في المساعدات، في الوقف، في الموقف السياسي، في كل ما له علاقة بالمشهد الفلسطيني تاريخياً. سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان مدافعا عن القضية الفلسطينية وداعما لها سياسيا واقتصاديا وفي المحافل الدولية يفتقده الفلسطينيون الذين اعتادوا على مواقفه المشرفة. فلسطين بفقدان فقدت أخ وصديق ونصير قوي للقضية الفلسطينية. الشيخ صباح كان طول عمره وهو وزيرا للخارجية قبل أن يكون أميرا لدولة الكويت الشقيقة لم تغب فلسطين عنه، وكان هو عميد الدبلوماسية العربية، كان من أول المدافعين عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية. وعلى المستوى الشعبي خيمت حالة من الحزن على الفلسطينيين جراء رحيل سمو الأمير الذي ترك بصمة في قلوب وعقول الفلسطينيين. كان هو الأمير، وكان هو الإنسان، وكان هو السياسي، وكان هو الوطني، وكان هو القومي، وكان هو المسلم، وبرحيله فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية رجلا كان من أصدق وأعز الرجال، قائد الإنسانية وعميد الدبلوماسية، رجل الخير والعطاء. وبعد مسيرته المشرفة فإن رحيله شكل فاجعة للفلسطينيين في وقت أبرقوا فيه برسائل تهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت. تفقد فلسطين اليوم قائدا استثنائيا وواحدا من أهم المناصرين والمدافعين عن القضية الفلسطينية لما له من مواقف مشرفة ستبقى محفورة في ذاكرة الفلسطينيين، وقد ترك أثرا وإرثا كبيرا سيذكر بمسيرته الخالدة، في حين ستبقى روحه تضلل الفلسطينيين أينما حلوا أو ارتحلوا. فالح نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة.